السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الآية سيأتي أيضا قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهنا قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تقدم الإشارة إلى مشروعية الاستعانة بالصبر، وأن الصبر عام لجميع أنواع الصبر، ويدخل الصوم فيه. وإن ذهب بعض العلم إلى أن المراد بالصبر هنا الصيام لقرينة ذكره مع الصلاة، لكن الأظهر والله أعلم أنه يشمل جميع أنواع الصبر، وصبر الصوم فرد ونوع من هذه الأنواع، وشهر الصوم شهر الصبر كما ثبت ذلك بالحديث، كما ثبت في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: واستعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة مع الصبر أعظم عون للعبد، والعبد وهو في الصلاة يستعين الله عز وجل، فالأمر مرده كله إليه سبحانه وتعالى. ولهذا تقول في الصلاة في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، وتجعل صلاتك من أعظم الإعانة على فعل الخير، ومن أعظم الإعانة على الإمساك عن الشر والحذر من الشر، ومن أعظم الإعانة عن الجزع حال الشدائد والمصائب. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر وهو في الطريق، جاءه مرسول أن إحدى أمهات المؤمنين توفيت، فنزل من دابته رضي الله عنه وصلى وتلا قوله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وهذا لعله لما بلغه موت أخيه قثم، نعم، هذا لما بلغه موت أخيه قثم فعل هذا. ولما بلغه موت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها خالته ميمونة رضي الله عنها، نزل فسجد. فقيل له في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من موت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. فالمقصود أن الصلاة بركوعها وسجودها من أعظم الإعانة على أمور العبد. عائشة رضي الله عنها لما قال أهل الإفك ما قالوا، ذهبت إلى مصلاها رضي الله عنها، فزعت إلى ربها، ثم جاء الفرج العظيم والبشرى العظيمة لها، صار قرآنا يتلى في المساجد والمحاريب إلى قيام الساعة في براءة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها. حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، يعني هذه الخصلة تشمل الصبر والصلاة، لكبيرة عظيمة، لكن عند من؟ ليست على كل أحد. إنها لكبيرة تشق على بعض الناس إلا على الخاشعين. وجاء باللام
الداخلة على الخبر في قوله كبيرة، لأن اللام هذه تسمى اللام المزحلقة أو اللام المزحلفة أو لام التوكيد أو لام الابتداء، أسماء لاسم واحد. هذه اللام سمى لام الابتداء، سمى لام التوكيد، سمى اللام المزحلقة، والمزحلفة لغة في المزحلقة، تأتي لتوكيد المقام وتعظيم المقام. وإنها لكبيرة توكيد، ودخلت على الخبر، وإن كان الأصل في التوكيد الأصل أنها تكون في الابتداء، لكن لما كان هناك مؤكد وهو إن فلا يجتمع مؤكدان في موضع واحد، ولا يجتمع سيفان في غمد، فلا يجتمع مؤكدان في موضع واحد، فلا تقول مثلا حين تقول مثلا إن زيدا مجتهد، ما تقول لإن زيدا مجتهد فتجمع المؤكدين في موضع واحد، تقول إن زيدا لمجتهد. وهكذا، فلهذا تزحلق إلى الخبر إلا إذا فصل بين المؤكدين ظرف، مثل قوله سبحانه إن في ذلك لعبرة، جار مجرور، إن في ذلك لعبرة، في كذلك أيضا، إن في ذلك صار في الاسم لعبرة، التأكيد صار في الاسم، الأصل يكون الخبر، لكن لأنه فصل بين المؤكدين بظرف أو جار مجرور، وهذا من مسوغات تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لكبيرة تشق، مع أنها روح المؤمن وروحه وطمأنينة قلبه هذه الصلاة، لكنها على هؤلاء كبيرة. لماذا؟ لأنهم لم يأنسوا بها، ولأنه ليس في قلبه ذاك اليقين الذي يدعوه إلى العمل، تكون طمأنينته وراحته، وإذا حصل له أمر فزع إلى الصلاة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام إذا سمع الصارخ هب، يقول الراوي عنها إما عروة وغيره لم تقل قام، يقول هب، أو يعني قيام بنشاط، قيام بهمة، قيام بعزيمة، بطمأنينة، بمحبة وراحة لأنسه بالصلاة عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول يا بلال أرحنا بها، أرحنا بها. الصلاة فيها سر عظيم، ولهذا ترى من يدخل في الإسلام ويمن الله عليه سبحانه وتعالى بالدخول في الإسلام كان قد عاش سنوات طويلة في الكفر، فإذا دخل في الإسلام يجد راحة ولذة عظيمة في هذه الصلاة، أنس عظيم، حتى إن بعضهم فيما بين الفجر والظهر يجد أنس، وقد يستطيل الوقت متى يحضر وقت الظهر، مع أن الوقت مشروع في السنة صلاة سنة الضحى، وإن يعني كثر من الصلاة فالصلاة محظورة مشهودة، لكن أنسه بهذه الصلاة فهي روحه عليه الصلاة والسلام وروح كل مؤمن. قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ما قال الخائفين، قال الخاشعين، لأن الخشوع في القلب، ولأن السر الأعظم في القلب،
فقلبه مشتاق لهذه الصلاة يأنس بها، ولهذا إذا خشع القلب خشعت الجوارح خشوع وخشوع. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية هو الإطمئنان، وتكون الأرض الخشية أو الخشعة هي النازلة المطمئنة التي يأتيها الماء من كل مكان فتروي غيرها وتنبت أرضها. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. خشع القلب خشعت الجوارح، انقاد القلب انقادت الجوارح، هذا يطمئن بالصلاة اطمئنان عظيم ولذة وأنس عظيم بهذه الصلاة. وبعضهم من شدة أنسه بالصلاة قد يبالغ مبالغة عظيمة يطيلها ويواصل هذه الصلاة إلا في أوقات النهي من شدة أنسه بهذه الصلاة. وما يذكر عن بعض السلف قصة معروفة لأحد السلف من التابعين ينظر اسمه، لا يحضر اسمه الآن لكن أذكر قصته. جاء أحد أهل العلم يريد أن يسأله فوجده يصلي في المسجد، فقال أريد أن أشغله الآن يصلي. فلما صلى وفرغ الصلاة جعل يذكر الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر، فلم يرد أن يشغله عن ورده حتى إذا ارتفعت الشمس قام يصلي، قام يصلي حتى صلاة الظهر، ثم حضرة الظهر فجعل يصلي حتى حضرة العصر، جعل العصر بعد العصر يستغفر الله حتى المغرب. المقصود أنه واصل يومه كله. هذا وإن كان هو في الأصل ليس من أمر المطلوب، بل بعض العلم ربما لا يرى هذا من أمر مشروع، يعني وهو مواصلة الصلاة على هذا الوصف. لكن قال بعض العلماء إن بعضهم يجد في قلبه من اللذة والأنس ما لا يتمالك به نفسه، وقد يكون غيره من أهل العلم والفضل ممن من الله عليه بعبادات أخرى قد يكون أفضل منه أفضل منه. لكن الشأن أن للصلاة لذة عظيمة وأنسا، والعبد يجمع بين هذه الطاعات ويجتهد في التوفيق بين المصالح الشرعية حتى لا يفوت ما هو أفضل في المحافظة على ما هو مفضول في حال دون حال. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي ولا أنسى هذه القصة في آخرها أن هذا الرجل لم يجد فرصة حتى يكلمه حتى يكلمه، فبينما هو كذلك وهو بجواره إذ نعس ذاك الرجل عابد، نعس ونام ثم استيقظ بعد هذا القيام والصلاة، ففتح عينه ثم قال: أعوذ بالله من عين نوامة وبطن لا تشبع. فقلت في نفسي: ما هذه العين النوامة التي يصلي هذا الوقت؟ لكن قد يغلب على بعضهم شيء من حب عبادة من عبادات فتغلب عليه، وإن كان المشروع هو الأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أن الصلاة كانت أنسة كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في مسجده، ومع أهله في بيته، ومع أصحابه في ميدان الجهاد، ومع أصحابه في السوق يخرج إلى السوق، وكان يقضي حاجة المسكين والضعيف
وكان يعطي ويفتي من يسأله، وينزل عليه القرآن ويحدث أصحابه عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا ينبغي لأهل العلم في نشر العلم ونشر الخير والدعوة إلى الله، بهذا تنتشر السنة وينتشر خير، خاصة في مثل هذا الوقت في ضرورة الناس إلى العلم ونشر الخير. ولا تحقرن من أمور الخير شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يقول كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم وصف سبحانه وتعالى هؤلاء الخاشعون، هؤلاء من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذه أعربها كثير من المعربين صفة، فهي في موضع خفض، هذه الجملة الإسمية في موضع خفض على الصفة للخاشعين. من هم هؤلاء الخاشعون؟ لأن قال إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. إذن هذا هو السر العظيم والبلسم والإكسير الأعظم الذي جعل هذه العبادة خفيفة على قلوبهم. ما هو الذي جعله خفيفة على القلوب، جعله خفيفا على قلوبهم؟ لأنهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فلما ظنوا أنهم ملاقوا ربهم وأن لهم موقفا بين يديه سبحانه وتعالى وأنهم إليه راجعون، نشطت نفوسهم في الطاعة، خفت أرواحهم في الطاعة، يظنون أنهم ملاقوا ربهم. والظن هنا بمعنى اليقين، لأن ملاقاة الله سبحانه وتعالى حق وصدق، كما قال سبحانه وظنوا أنهم مواقعوها، فهذا الظن بمعنى اليقين. والظن يقع كثيرا بمعنى اليقين في لغة العرب، مثل الرجاء يقع بمعنى الأمل والخوف، لعل الرجاء، تقول لعل المسافر قادم، ترجو قدومه، تحب قدومه، وتقول لعل العدو قادم، تخاف من قدومه، ترهب من قدومه. فلعل تطلق على محبة الشيء وعلى الخوف منه، على هذا وعلى هذا، وهذا من سعة لغة العرب ومن لطافة لغة العرب. هكذا الظن، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ولهذا لما وقع في قلوبهم هذا الظن نشطت نفوسهم على العمل. وما يدل على ذلك واقع الناس، ترى شيخا كبيرا كبير السن يقوم إلى صلاته في الليل ويقوم إلى صلاة الفجر ذاكرا نشيطا، يمشي إليها بنشاط نفس وخفة روح إلى هذه الصلاة مع ضعفه وعجز بدنه، لكن روحه نشيطة. وتجد الشاب المصحح الآكل الشارب ينام في فراشه لا يستيقظ إلى الصلاة، وتكون الصلاة عليه ثقيلة. ما الذي فرق بينهم؟ الذي فرق بينهم هو ما قام في نفس كل منهما، ما يقوم في الروح، ما يقوم في البدن، في النفس. فإن استحضر هذه المعاني نشط إليها وقام، وجد أنسه ولذته. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة
عليك ليل طويل فارقد، فإن هو استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، وفي لفظ وضبطه بعضه فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الله أكبر. حين يقوم ذاكرا يذكر تنحل عقده، إذا توضأ انحلت عقده، إذا صلى انحلت عقده كلها. فإذا اغتنم العبد هذا حل العقد قبل الفجر حلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. ماذا يطلب العبد في هذه الدنيا؟ النشاط وطيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا مشاهد حين يشهد المسلم صلاة الفجر مع المسلمين، فإنه في الغالب حين يذهب إلى عمله، يذهب إلى مكتبه، يذهب إلى مدرسته، يذهب إلى دكانه، إلى تجارته، إلى أي مكان يعمل فيه، طيب النفس، يبذل السلام، يصلح بين الناس، إن وجد أذى في الطريق أزاله، سلم عن من يلاقيه، فهو يغدو تحت راية الرحمن، يغدو تحت راية ملك، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد: إذا خرج سالم من بيته فإن في عند بابه رايتان، راية بيد شيطان وراية بيد ملك، فإن خرج لما يحب الله لم يزل تحت راية الملك حتى يرجع، وإن خرج لما يسخط الله غدا تحت راية الشيطان حتى يرجع. إذا خرج لأمر محرم فإنه في الغالب لا يكسب إلا شرا، فلا تراه طيب النفس، تراه مكفهرا منقبضا، لكن خرج لما يحب الله أو لما أباح الله سبحانه وتعالى من أموره في حياته فإنه يكون تحت راية ملك. إذا خرج من بيته يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينشط في أعمال خير. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، المرجع إلى الله، من ظن هذا وأنه ملاق له سبحانه وتعالى، وهذا مما استدل به بعضها العلم لما قال ملاقوا وأنهم إليه راجعون، كما هنا ظنوا أنهم ملاقوا ربهم كما في الآية وأنهم إليه راجعون، فسر جمع من العلم الملاقات برؤية الله، لأنه قال وأنهم إليه راجعون، دل على أن اللقاء غير الرجوع، هو رجوع مع لقاء، واللقاء هو الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا من ضمن الأدلة التي استدل بها العلم، وبعضها العلم قال لا دلالة في هذه الآية على الرؤية، رؤية الله ثبتت بأدلة صريحة واضحة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجاء أيضا في قول سبحانه: ولدينا مزيد، هي رؤية الله سبحانه وتعالى. كذلك في سورة يونس الآية ما يتذكرونها، لما ففسر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب لما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه حين يدخلون الجنة يقول: ما هل تريدون شيئا؟ يقول: أعطيتنا من تعطي أحدا من خلقك؟ فيقول لما حل عليهم رضوانه فيكشف الحجاب فيرونه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فرؤية الله ثابتة بأدلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، في حديث جرير بن عبد الله البجلي صحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري أيضا،
في حديث جرير رضي الله عنه: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. في جرير: إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية الشمس والقمر، يعني لا يحصل عليكم ضرر. لو أراد أي أحد ينظر إلى الشمس أو القمر ليلة البدر ما يجد مضرة ولا يجد أحد يضايق مثلا، كل يراها. تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه للمرء بالمرء، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. وفي حديث جابر عند بخاري: عيانا عيانا يترونه عيانا مقابلة. دع عنك ما يقوله أهل البدع والضلال، يعني يقولون أقوالا في الحقيقة لو تأملوا فيها لعلموا أنها خلاف الفطرة وخلاف العقل. وليس المقام استدلال لهذه المسألة، لأن مسألة عظيمة أدلتها كثيرة، لكن بمناسبة قوله سبحانه وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يعني كثير من أهل البدع، يعني منهم من نفاها، لكن الذين يثبتونها إثباتا في الحقيقة هو نوع الإنكار. يقولون تراه في غير جهة، نرى ربنا في غير جهة، لا تراه أمامك ولا عن يمينك ولا عن شمالك ولا فوقك ولا كذا ولا من خلفك. يعني أمور العقل والفطرة تأباها، والنصوص أيضا على خلافها. فالحمد لله الذي هدى السنة والجماعة إلى هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام حين قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، كما ترون القمر ليلة البدر. هل يأتي أحد، هل يمكن أن يأتي أحد ببيان لي حقيقة الرؤية وأنها رؤية حقيقية وأنه يرى سبحانه وتعالى، هل يمكن أن يأتي بتمثيل أعظم من هذا التمثيل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنه: ترون كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، والقمر ليلة البدر. الله أكبر. فالحمد لله على هذه النعمة وهذه المنة منه سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح: لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. آمين. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. المرجع والمآب إليه سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يدعو العبد إلى العمل والاعتبار، وأنه في كل لحظة يمكن أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله سبحانه وتعالى ذكر قبل ذلك: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وهنا قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال بعض العلماء: هذا من باب التوكيد تكراره. والأظهر والله أعلم مثل ما تقدم لما في قوله سبحانه: قلنا اهبطوا منها جميعا، وأن تكراره لاختلاف المتعلق. كذلك هنا في الآية التي مضت في أول وجه: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، وتعلقه إيفاء بالعهد. وهنا قالوا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه نعمة، بل نعم، لأن النعمة أضافها
فيشمل نعما عظيمة، وسيذكر سبحانه وتعالى شيئا منها مما أنعم الله به على بني إسرائيل وهم بنو يعقوب عليه الصلاة والسلام. ثم قال وأني فضلتكم العالمين، فذكر نعما أنعمها عليهم في دنياهم في حياتهم من المن والسلوى وإنجائهم من فرعون ومن فرعون وقومه ومن آل وأنجاهم من آل فرعون ومن البحر وأغرق عدوهم إلى غير ذلك من نعمة أنعم الله بها عليهم، وما أنعم عليهم في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى، نعم عظيمة أنعم الله عليهم. ثم ذكر نعمة دينية وهو تفضيلهم وأني فضلتكم على العالمين. فهذا والله أعلم هو سر في ذكر التفضيل، لأنه ذكر بعد ذلك وأنه فضلهم على العالمين. والمفسرون جماهير المفسرين اتفقون على أن المراد بالعالمين عالمي زمانهم، لأنه لو قيل على الإطلاق لشمل العالمين قبلهم وقبلهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والعالمين بعدهم والعالم بعدهم فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام وهما أفضل بلا خلاف، ونبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل على الإطلاق وأفضل أولو العزم. فلهذا قال العلماء والمفسرون إن المراد بالعالمين عالمي زمانهم، وبدليل قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أفضل الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده عند أحمد بن ماجه أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ويقال وأني فضلتكم على العالمين، فهذه منة منه سبحانه وتعالى. فلهذا قال سبحانه وتعالى بعدما ذكر ذلك وذكر التفضيل وهذه النعم دعاهم إلى التقوى بأن يخشوا ويخافوا واتقوا يوما واتقوا يوما. التقوى هو أن تجعل بينك وبين الله وقاية، بين الله وبين محارمه حتى لا تقع فيها. اتقوا يوما، يوما هذا هل هو ظرف ولا مفعول فيه؟ مفعول به. واتقوا يوما ماذا تعرب؟ اليوم في الأصل ظرف، تارة تعرب ظرفا يكون منصوب على الظرفية، وتارة يكون منصوب على المفعولية، يعني المفعول به ليس مفعول فيه، وتارة يرفع اليوم يوم مطير مثلا أو ماطر مثلا، مبتدأ وخبر، فقد يكون مبتدأ وقد يكون مفعولا وقد يكون فاعلا، حضر اليوم ونحو ذلك، جاء اليوم، وقد يكون مفعولا فيه. لكن هنا حسب السياق واتقوا يوما، هل المراد واتقوا يوما اتقوا في يوم؟ الظرف إذا كان في باضطراد، إذا كان بمعنى في، إذا صلح أن تقدر في، هل يصلح أن نقول واتقوا في يوم؟ هل في ذلك اليوم في التقوى ولا انتهى كل شيء؟ ما فيه، ما تقول اتقوا في يوم، اتقوا يوما يعني اتقوا نفس ذلك اليوم، خافوا ذلك اليوم، هذا هو. فهو مفعول به ليس مفعولا فيه. واتقوا يوما لا تجزي لا تقضي، ما فيه أحد يتحمل عن أحد شيء، يوم لا تغني تجزي نفس عن نفس شيء، أول أمر يومئذ لله. وقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا،
في يوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في هذا اليوم لا تجزي نفس، حتى لو كانت نفس عظيمة، حتى نفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما هو دعاؤهم؟ نفسي 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 نفسي. حين يأتي الناس يوم القيامة يشتد عليهم الأمر يذهبون إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون بآدم فيقول نفسي نفسي. فهذا اليوم لا ينفع فيه شفاعات ولا وساطات، لا يغني شيء أبدا. في هذا اليوم منذ أن وضع في قبره تخلى عنه أهله وماله، انتهى، رجع كل شيء. يصحبه من عمله الذي كان ربما مهملا له معرضا عنه، يرجع أهله وماله ويبقى عمله معك أينما كنت، إن صالحا فليبشر، إن كان غير ذلك فالخيبة والندم عياذا بالله من ذلك. واتقوا يوما لا تجزي، لا تقضي، ما في نفس تقضي عن النفس شيء، نفس مهما كان نفس عن نفس شيئا ولو افتدى بما في الأرض، مع أنه لا حيلة للعبد ولا يملك شيء، يأتون عراة حفاة غرلا بهما ليس معهم شيء، ماذا يملكون؟ لا يملكون شيء. لو جاء بما في الأرض وافتدى بذلك ولو افتدى به، لا تجزي نفس عن نفس شيء، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الشفاعة في باب النفع، لأن الأمر دائر بين تحصيل النفع ودفع الضرر، هذا هو تحصيل النفع ودفع الضرر، تحصيل المصالح ودفع المفاسد، والشريعة بنيت على هذا. من كان في حياته الدنيا مجتهدا في تحصيل حقيقة هذين الأصلين، دفع المفاسد تحصيل المصالح، كان هو الرابح. الشريعة بنيت على هذين الأصلين من أولها إلى آخرها، جاءت لتحصيل المصالح ودفع المفاسد. دفع المفاسد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، يأمر بالعدل والإحسان هذا في تحصيل المصالح، وينهى عن الفحشاء والمنكر هذا في دفع المفاسد. هذه هي الشريعة، جاءت بخيري الدنيا والآخرة. فإن كان العبد في حياته شهد في تحصيل المصالح الشرعية ودفع المفاسد التي حرمها الشرع فليبشر. هذه قاعدة الشريعة كما قال العلماء وقررها العز بن عبد السلام رحمه الله وأهل العلم، قاطبة مبنية على هذين الأصلين. بل قال السبكي رحمه الله، قال السبكي لعل تقي الدين أو تاج الدين، تقي الدين والد تاج الدين، يقول ولو ضايق مضايق، لو ضايق مضايق وقال إن الشريعة هي تحصيل المصالح أكان صحيحا، يعني بدون ذكر المفاسد، بدون ذكر دفع المفاسد. قال لأنه لا يمكن أن تحصل المصالح إلا بدفع المفاسد، يعني هذا هو المقصود، تحصيل المصالح يحصل بدفع المفاسد. فأصلها
هو هذا الشيء، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. شفاعة، الشفاعة مأخوذه من الشفع، والشفع ما هو؟ هو الضم. أنت لو كان لك مصلحة أو حاجة عند مسؤول، مثلا عند مسؤول وحاجتك عنده، فتريد من يتوسط لك، فتبحث عن إنسان له معرفة يعرف هذا المسؤول، فتقول اشفع لي عنده، توسط لي، لأن الشفاعة هي جلب الخير للغير. يعني هذا هو الأصل، إذا كانت بحق شفاعة بحق إنسان مستحق لهذا الشيء وليس في شفاعة له ضرر على الغير، فهي تحصيل الخير للغير، فتقول توسط لي، إيش معنى؟ فيشفع من الشفع، فتضم نفسك إليه وتضمه إلى نفسك، بدل أن كنت واحدا كنتما شفعا. الشفع هو الزوج، فهذا هو الشفع، يضم صوته معك ويشفع لك. لكن يوم القيامة ما في شفاعة، ما في وساطة، انتهى كل شيء، يوم لا ينفع مال ولا بنون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولوده ولا مولود عن ولده شيئا. يأتي الولد من الذكر أنثى إلى أمه التي حملته بطنها، يا أمي، يسألها، تقول نفسي 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 نفسي، انتهى كل شيء، فلا تنفع إلا من أتى الله بقلب سليم. من أتى الله بقلب سليم، هذا باب الشفاعة. الشفاعة لا أحكامها، والشفاعة تكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وللشهداء وللصالحين، ويشفع يشفعون، والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع، وشفاعتي قال لأهل كبائر أمتي، فلكن لا تكون إلا لأهل الإسلام. يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا يقبل شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. العدل هي الفدية، ما فيه، لو افتدى بجميع ما في الأرض لا يؤخذ منه شيء من ذلك. العدل هو الفدية، سواء كان من جنس أو غير جنسه. تقول هذا عدل، هذا مثلا تضع في الميزان، في كفتي الميزان نوعان من الطعام فيعتدلان في الوزن، فتقول هذا مثلا، أو مثلا تدفع مالا، تشتري سلعة تدفع مال، هذا المال من غير جنس السلعة أليس كذلك؟ هذا المال أوراق والسلعة طعام من غير جنسه أليس كذلك؟ إذن هذا عدل، هذا بمعنى يقابله، معنى يقابله، هذا عدل هذا. فالعدل بالفتح، فتح العين، هو ما قابله من غير جنسه. العدل ما قابله من جنسه، ما قابله من جنسه. تقول هذا عدل هذا. ومنها أعدال البعير، العدل الذي يوضع على البعير، يوضع عليه عدلان، مثلا تحمل عليه قمح، نعم، تضع عن يمينه عدل، كيس مثلا فيه حب وكيس ثاني فيه حب، عدله. فالعدل بالكسر من الجنس، والعدل مقابله من غير جنسه. فيوم القيامة لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ، لا يقبل شفاعة ولا يأخذ من عدل، ولا هم ينصرون. هذا أيضا في دفع الأذى، لا ناصر لهم ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فلم يبقى إلا أن يستعد العبد بالعمل الصالح. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك نعمه ومنته على بني إسرائيل
فقال وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الله سبحانه وتعالى يذكر منته على بني إسرائيل وما أنعم الله به عليهم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، كان بنو إسرائيل في عند آل فرعون يسومونهم سوء العذاب، يستخدمونهم في خدمتهم في الحراثة والزرع والصناعة والحدادة، ويعملون لهم ويبنون لهم اللبن ويطبخون لهم الطين ويعملون منهم الفخار ويستخدمونهم في البيوت في العمل وفي كل شيء، نساء ورجالا صغارا وكبارا، ومن لم يكن منهم قادر على الخدمة فرضوا عليه إتاوه مال، يسومونهم يولونهم يديمونهم. ومنه السائمة التي تسوم ترعى دائما، فهم يذيقونهم ألوان الإسامة والعذاب سوء العذاب. ثم بعد ذلك كما جاء في حديث الفتون، حديث ابن عباس الطويل رواه النسائي في الكبرى، يقال إن فرعون، وذكره ابن كثير وغيره، رأى رؤيا هالته، رأى أن نارا خرجت من بيت المقدس، نار عظيمة خرجت من بيت المقدس ودخلت إلى بيوت القبط فأهلكتها وأحرقتها وسلمت بيوت بني إسرائيل. فسأل من حوله ممن هو مطلع على شيء من الكتب، فقال يخرج رجل بني إسرائيل تزول به رياستك وملكك. فعند ذلك أمر القوابل بأن لا يولد لبني إسرائيل مولود ذكر إلا ذبح، فكانوا يذبحونهم مباشرة، يأخذون والعيسومون قتلون، جاء يذبحون ويذبحون والعياذ بالله مباشرة، ويستحيون النساء، ولهذا قال ويستحيون نساءكم، مع أنهن في حال ولادة أطفال، لكن إشارة إلى أنهم يستحيونه حتى تكبر ويجعلونها للخدمة ويذلونهم. فعند ذلك لما كثر القتل بني إسرائيل قال أصحاب فرعون وحاشيته كادوا أن يهلكوا ولا نجد أحد يخدم الآن ويقوم بالخدمة، نخشى ذلك. فأمر أن يقتلوا الصبيان عاما ويستبقوهم عاما، فولد هارون في العام عليه الصلاة والسلام الذي لا يقتلون فيه، ولد موسى عليه الصلاة والسلام في العام الذي يقتلون فيه، لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته جعل موسى عليه الصلاة والسلام يتربى في بيت فرعون. وقصته قصة عظيمة، هذه القصة قصة عظيمة وفيها عبر، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى هذا في درس آتي ما يتعلق بنجاة بني إسرائيل، ومشهورة ذكرها سبحانه وتعالى وبين العلماء في التفسير تفاصيل هذه القصة. والله سبحانه امتن بها على بني إسرائيل، وما امتن به عليه بإغراق فرعون حتى رأوه على سيف البحر هالكا ميتا، وكانوا لشدة خوفهم وفزعهم لم يقتنعوا أنه هلك حتى رأوه طفى به وأخرجه الله لهم، كما قال قيس بن عباد كالثور الأحمر رأوه هالكا فقرت بذلك نفوسهم، لكنهم قوم لم يشكروا هذه النعمة، من فور ما خرجوا من البحر ومشوا معه مروا على قوم
لهم آلهة فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون والعياذ كفروا النعمة والعياذ بالله من فور ما خرجوا من هذه لم يشكروها هذه حالهم والعياذ بالله فالله سبحانه وتعالى امتن به امتن عليهم بهذه النعم العظيمة وما آل بهم الأمر ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في هذا في تمام الكلام في درس آتي إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.